مني أنا طوني خليفة ومن فريق عمل أقرأ الكلام، مساء الخير. بين الثورة من أجل الحرية والخوف على الحرية، ها هي مصر اليوم على مفترق خطير بين سقف حرية إعلامية عال يزعج الكثيرين، وبين تخوف من أن زمن قمع الحريات الإعلامية قد بدأ مع استراتيجية بدأ عهد الأخوان المسلمين بتنفيذها خطوة خطوة. أين نحن اليوم بين هاتين الحريتين؟ وأي أجرأ كلام سيقال في حلقة الليلة؟ العلاقة بين الإخوان والإعلام علاقة معقدة وملتبسة، بل وغامضة أيضاً، فقد اتهمهم الصحفيين والإعلاميين بأنهم يخشون الإعلام، لذا يحاولون السيطرة عليه وتوظيفه لصالحهم، والدليل على ذلك تعيين رؤساء تحرير صحف موالين لهم وإغلاق قناة فضائية وتحويل صحفيين إلى القضاء في تهم تعرضهم للحبس، ثم التفكير في فرض الرقابة على القنوات الخاصة. الملفت أنه الرئيس مرسي في أقل من شهر صدره يعني حلمه نفذ وصدره ضاق يعني حرية الصحافة وحرية التعبير. كل التصريحات اللي تصدر عن قيادات الإخوان المسلمين حتى ما قبل استحقاقات الرئاسة هي يعني ضد حرية التعبير وضد حرية الإعلام وضد حرية الصحافة. وقد شهدت الفترات السابقة هجوماً من الصحافة على جماعة الإخوان المسلمين بعد مصادرة بعض الجرائد وإحالة صحفيين إلى القضاء، الأمر الذي يعود بنا إلى عصر مصادرة الرأي الآخر وخطورته في التضييق على حرية الرأي والتعبير في مصر، وهو ما يأخذنا إلى مرحلة تكميم الإعلام. محمد بديع المرشد العام للإخوان تقدم بلاغ للنائب العام بيتهمني فيه بالسب والقذف عن موضوع نشرته يتناول علاقة الإخوان بالأمريكان. أنا بصراحة كنت مندهش جدا من فكرة أنه محمد بديع رأى أن ما كتبته سب وقذف، رغم أنني لم أطعن في شرف ولا عرض ولا أخلاق محمد بديع. قالوا أن الصحافة تواجه خطرا وأن عهد مصادرة الصحف أطل على مصر من جديد. وضع الإخوان المسلمون منذ البداية الصحافة والإعلام كأولى أهدافهم. لماذا؟ حتى يسد الطريق أمام أي انتقادات، وحتى لا يجيش الرأي العام ويكشف أبعاد المخططات. الإخوان يرون أن ما يمارسه بعض الصحفيين الآن يخرج عن نطاق العمل المهني، ومن حقهم أن يدافعون عن سمعتهم أمام نقد غير بناء. والله الشكوى والبلاغ حق طبيعي، وهذا لا يتناقض مع حرية الإعلام. الحرية الإعلام والصحافة حق، والشكوى حق طبيعي. الحرية الإعلام يجب أن تنضبط بمواثيق الشرف الصحفي وأن تنطبق بمعايير العمل المهني. حينما تخرج على مواثيق الشرف، حينما تنتهك معايير العمل المهني، حينما تتحول إلى سباب وقذف وتعريض بسمعة العائلات وبالطعن في الأعراض وبالكذب الصريح بلا دليل وبخلق واقعات لا أساس لها من الصحة وترويجها وتسويقها وخلق أراجيف وأباطيل في المجتمع، حينما يتضرر بعض الناس من هذا ويتقدمون ببلاغ يجب ألا ينزعج أحد، هذا حق وهذا حق. وزير الإعلام الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أكد على أن الإعلام المصري ملك لجميع المصريين بمختلف انتماءاتهم، كما إنه يعبر عن آراء الجميع ولا يقصي أحداً، وأن عصر الرقابة على الإعلام قد انتهى. باسمك يا حرية الإعلام، ما هو الممنوع وما هو المسموح؟ رأيان متناقضان سيتواجهان الليلة وجهاً لوجه لمعرفة الحقيقة ومعرفة ما إذا كان هناك بالفعل اليوم قمع للحريات الإعلامية أو تطاول باسم حرية الإعلام على مقدسات وكرامات وحقوق الآخرين. رأيان، الرأي الأول سيكون معنا مباشرة في القسم الأول، بينما الرأي الثاني سيكون مع ضيفي الذي سيكون مموها بالصورة وبالهوية في القسم الأول، على أن يظهر مع انتقاداته ومعارضته للعديد من الأمور في القسم الثاني. فلنرحب به، ضيفنا الكريم، تفضل.
أستاذي الكريم مساء الخير. مساء النور. أهلا بك في أجرأ الكلام. والسؤال الذي أطرحه دائما على ضيوفي في بداية الحلقة، هل أنت مستعد اليوم لمواجهة الأستاذ حلمي الجزار القيادي البارز بجماعة الأخوان المسلمين وعضو مجلس الشورى الجماعة في الرأي والرأي المعارض لحرية الإعلام وقمع الحرية الإعلامية؟ نعم، أنا مستعد لمناقشة ما يمثله الدكتور حلمي الجزار. ما المقصود بما يمثله؟ يعني جماعة الإخوان وحكم الإخوان والحالة الحالية في البلاد. أستاذي، إذن سنكون بانتظار تلك المواجهة وأي كلام سيقال في هذه الحلقة، ولكن دعونا الآن نتوقف مع فاصل قبل أن نبدأ. أهلا بكم من جديد في أجرأ الكلام مع حلقة عن القمع، قمع الحريات الإعلامية. هل هناك من رقابة على الإعلام، أو هل هناك بالفعل حريات إعلامية، أو هل حريات الإعلام تستعمل في غير مكانها الصحيح؟ تعرفنا مموها بشكل مموع على ضيفنا الذي سيظهر معنا بشكل كامل في القسم الثاني، والآن يسعدني جدا أن أستضيف معي الأستاذ حلمي الجزار القيادي البارز بجماعة الأخوان المسلمين، وهو عضو مجلس شورى الجماعة. أهلا بك أستاذ الكريم. وطبعا هذه الحلقة محور نقاش ومحور تساؤل كبير اليوم في مصر، ليس فقط في بين الإعلاميين والوسط الإعلامي، إنما تشغل بال الرأي العام ككل. كثيرون يقولون أن الأخوان المسلمين وعهد الأخوان المسلمين بدأ بوضع سيطرته التامة على كل مفاصل الدولة بما فيها الإعلام، وكان آخر ما ورد طبعا ضمن مقال كبير للكاتب الصحفي جمال فهمي، وهو وكيل أول نقابة الصحفيين، قال إن رغبة الأخوان في الهيمنة على الإعلام عموما والصحافة بوجه خاص هو أمر لم يعد محل شك، وإنما تؤكده أفعالها وتصرفاتها وإجراءاتها، مشيرا إلى أن هناك أدلة واضحة على عداء الأخوان للحريات عموما وحريات الإعلام بصفة خاصة. كيف تبررون، كيف تدافعون، أو كيف تصفون ما تتعرضون له اليوم؟ أنا لا أدافع لأني لست متهماً. لا، ده اتهام واضح. أنا بقول لحضرتك هذا اتهام في غير محله. أنت تعتبر نفسك أنك غير لست متهم. لست متهماً، بل أنا أقول وبكل ثقة نحن مع حرية الإبداع وحرية الإعلام وحرية الفن وحرية البحث العلمي، وضمننا ذلك في الدستور حيث أنني عضو في الهيئة التي تعد الدستور. عفوا بس بين هلالين أذكرك بأن الضيف الموجود معنا يحق له الاعتراض طبعاً يشاء عبر إضاءة الزرار باللون الأحمر ليسجل اعتراضه، ومن ثم في القسم الثاني ويسعدني أن يوافقني أكثر مما يعترض علي، أتمنى ذلك. هذا يسعدك ولكن لا يسعدنا نحن، يعني لأنه أعتقد أن وجهات النظر متعارضة جدا، خصوصا بالأمور التي قلتها، والدلائل تشير إلى عكس ما قلت أستاذي. يعني اليوم يحكى عن تغييرات طاولت رؤساء التحرير، إدارات الوسائل الإعلامية، حتى وزارة الإعلام، يعني الوزير محسوب على الأخوان المسلمين، هو من الأخوان المسلمين، من الأخوان المسلمين. فكيف سنفسر للرأي العام أنها ليست سيطرة تامة على الإعلام من قبل الأخوان؟ نبدأ بالوزير. لنا في الوزارة 5 وزراء فقط من 35 وزيرا. نعم. ومن ثم الهيمنة غير موجودة. لكن أنا لا أتكلم عن هيمنة وزارية، أتكلم عن هيمنة على المفاصل. يعني أخذتم الوزارات التي من خلالها تستطيعون وضع اليد تحديد. على البلد، يعني لو أعطيتني فرصة وزير الإعلام عرضت وزارة الإعلام على كثير من الإعلاميين المبرزين. نعم. والمشهورين أمثال مين؟ ورفضوا أمثال مين؟ يعني حتى لا أحرجهم، أنا لا أريد أن أحرج أحدا، ربما نستعرض، ربما يعني يصالح نفسه في المستقبل ويعود. فهذا شيء جميل. أستاذ حمدي أنديل من الأسماء التي طرحت يعني عليه، هذا أحد الأسماء. أسماء أخرى، أحد أسماء من الأسماء المعروفة، وهل أكثر منه بريقا ولا معانا؟ طبعا يكفي هذا، يكفي هذا. لكن ومن ثم لم نكن راغبين في التصدي لوزارة الإعلام، لأننا نعلم أن هذا الوزير هو آخر وزير إعلام في مصر. نعم. ويجب أن يكون الإعلام بعد ذلك إعلاما مستقلا مثل أنت من طلب بذلك.
نحن الذين نطلب ذلك. أنت بشكل خاص. وأنا كنت في وزارة في لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب، وطلبنا بذلك وأعقدنا جلسات استماع مع أهل الثقافة وأهل الإعلام، واتفقنا تماما مع المبادرة التي قام بها الأستاذ حمدي وغيره من الموجودين أن لابد أن هناك جهة أخرى غير وزارة الإعلام، جهة وطنية قومية ليست تابعة للحزب، ليست تابعة للحكومة، ليست تابعة لمؤسسة إلا لمؤسسة الإعلام، وهي التي تتابع وتنتج. هذا فيما يتعلق بوزارة الإعلام وبالوزير. صحيح. دعنا نقول أنهم لأن الآخرين رفضوا قد أتيتم بإخواني، ولكن أنا متمسكون الوزارة بما يريده الآخرون. نعم. ولكن ماذا نفسر أو كيف نفسر أو نبرر هذا الإقصاء لغير الأخوان أو المقربين من الأخوان أو الذين يقال، يعني هذا ليس رأيي بزملاء وأساتذة، ولكن بما يقال أنهم يلبون أو يطيعون أوامر ورغبات جماعة الأخوان المسلمين؟ ما حدث في تغيير رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وبين هلالين الصحف القومية فقط، بمعنى عندنا صحافة حزبية، صحافة مستقلة، وهي يعني كثيرة العدد. لن تستطيع تغيير رئيس تحرير في مؤسسة إعلامية عندنا خاصة. إذن يعني ما يسمى بالصحافة القومية، وشيء كنا نتأذى منه ولازلنا أن تكون هذه الصحافة القومية تابعة لمجلس الشورى، بمعنى أن التبعية الإدارية أن يعين رؤساء التحرير أو رؤساء مجلس إدارات مجلس الشورى. هذا الأمر بالمناسبة ألغي في مواد الدستور الجديد، نحن لسنا راضين عنه وسوف نلغيه تماما. طيب لماذا تنتظر الانتهاء من الدستور لتقوموا بما قمتم به؟ هذا شيء جميل، لأن هناك أناس قامت عليه انتهت فتراتهم، وهناك آخرون يريدون أن يأخذوا فرصتهم من الشباب والأجيال التالية، وأريد للمعترضين أن يأتوا باسم واحد فقط واحد من الإخوان المسلمين أصبح رئيس للتحرير أو أصبح رئيس للمجلس. ليس بالضرورة من الأخوان. جميل. ولكن مقرب من الأخوان أو سوف يعني أفترض، عفوا على التعبير لأني لا أريد استعماله في الصحافة، ينصاع سوف أفترض إلى طلبات وأوامر أن هناك عددا بهذا الشكل، وأوافق عليه بالمناسبة، أفترضه وأوافق عليه. المنتج الحالي، نعم، الصحافات الصحافة القومية وعلى رأسها جريدة الأخبار وجريدة الأهرام وجريدة الجمهورية، المنتج الصحفي، هل المنتج الصحفي تغير؟ هل كبار الكتاب مثل الأستاذ مكرم محمد أحمد، الأستاذ جلال عارف وهؤلاء وقيم كثيرة، هل طال التغيير أحد منهم، أو هل منع أحد من الكتابة في هذه الصحف؟ لا يمكن. فلم يتم منع أعمدة عبد الرويني، حدث مع عبد الرويني ومع ربما مع الأستاذ إبراهيم عبد المجيد ويوسف القعيد ومدحت العدل وعبد الرويني. هذا خطأ من؟ هذا خطأ رئيس التحرير، وأنا أدعوهم ودعوت هؤلاء تحديدا. نعم. وقلت لهم اذهبوا فاشتكوا رئيس التحرير هذا إلا نقابة الصحفيين، لأن أنا رجل نقابي، أنا في عضو مجلس نقابة الأطباء لمدة 25 عام، وأعلم أن هناك. إلى أي مدى برأيك أستاذي الكريم سنستطيع أن نشاهد خلال المرحلة المقبلة انتقادات وأعمدة ومقالات تنتقد أداء الأخوان المسلمين أو تنتقد قيادات الأخوان المسلمين؟ سوف تظل موجودة اليوم وأمس وأول أمس، اتخذ الرئيس شخصيا، يعني أنا مبسوط قوي من الكاريكاتير ظهر في هذا الصحف. نعم. يصور مواطنا يخاطب رئيس الجمهورية، يقول له المواطنة فلان محجوزة في السعودية، يقول نعم نحن مع الثورة السورية، بمعنى أنه ينتقد. أن هذا ليس بانتقاد، ولكن هذا انتقاد. عندما أسمع من حضرتك أنك سررت جدا لهذا الموضوع، أتفاجأ أنهم في ناس اليوم يواجهون القضاء، يواجهون السجن، يواجهون محطات أقفلت، نأتي إلى هذه العالميين استبعدوا لأنهم انتقدوا الرئيس. طيب نقسمها إلى أجزاء. نعم. قنوات الفضائية التي أغلقت، من أغلقها؟ هل الرئيس مرسي أصدر قرارا؟ لا، لم يصدر. من؟ هل وزير الإعلام أصدر؟ لم يصدر. من؟ جاءت الرخصة وهي جاءت وزارة الاستثمار، وده أمر عجيب، أول مرة أعرف أن وزارة الاستثمار هي التي كانت تعطي الرخص، وكنا في مجلس الشعب نستغرب أن كيف الاستثمار. من هو وزير الاستثمار؟ مش أنا، ليس من الإخوان المسلمين بالمناسبة. ليس السؤال من هو؟ أنا لا أعرف اسمه، لأنه ليس من الإخوان المسلمين، أنا مش معرفة. مش مطلوب مني أحفظ 35 وزير و27 محافظ. إذن هيئة الاستثمار أو التي أغلقت هذا الأمر نتيجة شكوى إدارية، ولكن ليس بشكل مباشر. ثم هناك نقد شديد وكبير، وأنا سعيد به بالمناسبة لما يفعل. أليس هناك نقد في المواجهة مع الصحفيين والإعلاميين الذين يتجاوزون الحدود؟ لم تكن حدود نقد، بل حدود تحريض على قتل،
هل يعقل ان حضرتك في برنامج تعرض على قتلي مثلا حاشاك ان تفعل ذلك؟ انا اعلم ذلك على سبيل المثال. من فعل هذا؟ هذا صاحب الفرعين، هذا توفيق عكاشة. توفيق عكاشة. توفيق عكاشة. نعم. وفاجأنا بعدها باسبوعين يقول ان الدكتور مرسي صديقي ولا تربطني به صداقه شخصيه. من المتلون ومن المتغير هنا؟ لم ترى حضرتك ويرى المشاهدون اجمعون عكاشة وهو يهم بتقبيل يد صفوة الشريف؟ ولا أشياء معروفة. ماذا فعلتم مع دكتور عبد الحليم؟ خلينا نخلص الملف هذا. عبد الحليم قديم. نعم. هناك محامي انتقدناه. نعم. بشدة، وأنا هو نفس المحامي بالمناسبة الذي قدم شكوى ضد صقيقة الصاوي، وأنا تصديت لهذه هذا الأمر بمقالة أشيد فيها بصقيقة الصاوي، لأن ليس كل محامي وليس كل أحد يذهب فيقدم بلاغا ثم يحسب على الحرية والعدالة ويحسب على الحكومة. وأنا أقول وبوضوح شديد، هؤلاء المحامون لم يكلفوا لا من حزب الحرية والعدالة ولا من جهة الرئاسة ولا من هذا المحامي ألا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين؟ هب أنه ينتمي، لكن هذا تصرف خاطئ، وأنا أقول وأنا من الإخوان المسلمين وعضو مجلس شورى الإخوان المسلمين. اعتذرتم من دكتور عبد الحليم؟ أنا اعتذرته بشكل شخصي، وهذه مرة أخرى أعتذر له عن سوء استعمال سلطة في يد محامي. نعم. المحامين للأسف الشديد في مصر أنا أحترمهم طبعا، لكن بعضهم يسيء استعمال ملف المحاماة. ما حصل مع رئيس تحرير صحيفة الدستور لا أنا بقى بنفسي قرأت ما نشر في صحيفة الدستور. نعم. بنفسي وعلى الهواء حينما جاء والفجر أيضا سمعنا يقول هناك خطة وضعها عصام العريان وخير رد جهدر لحرق مصر. أين وقرأتها بنفسي، لم يعترض يعني لم يقولها لي أحد. نعم. وأنا اعترضت على الهواء مباشرة وقلت مثل هذا الكلام خطر على الجبهة الداخلية أن يقال إن رموز الإخوان المسلمين تريد أن تحرق مصر. وبس بقى وضع لها كلاشي جميل، إذا ما خسر مرشحهم الرئاسة. نحن لم نقل ذلك مطلقا، لا نحن ولا عصام العريان ولا أحد في الإخوان المسلمين في حزب الحرية ولا ذلك. فإذن بهذا الموضوع هل تبرر ما كان يكتب ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك في السابق؟ يعني من كان يعارض نظام مبارك ويقول هذا الكلام؟ كثيرون كانوا يعارضون، وكتب أكثر من هذا الكلام. كثيرون. ولم يسجن أحد ولم يحال إلى المحاكمة أحد. لا زي إبراهيم عيسى صديقك إبراهيم عيسى بحالة مشابهة جدا للي فعلتموه مع رئيس تحرير الدستور. غيره يعني تماما، يعني أخذته إلى القضاء وقبل صدور قرار السجن أصدرته عفو. يعني إذا بنشوف هذه الحادثة وهذه الحادثة مغايرة تماما. وأقول لحضرتك هناك شيء اسمه حبس احتياطي وشيء اسمه حكم موضوع يذهب الإنسان إلى السجن. أستاذ إبراهيم عيسى حكم عليه بالسجن فعلا وأعفى عنه الرئيس. جميل. قبل تنفيذه. أما كما أما الرجل الآخر مرسي. أما إسلام فقال من البداية لا يوجد حبس احتياطي وألغى الحبس الاحتياطي تماما. الحبس الاحتياطي ده بيبقى مقدمة لحبس في الموضوع. لا ونحن في الدستور وهذا الأهم، نحن نتطلع إلى المستقبل ووضعنا نصا صريحا في الدستور. طيب. أي ديمقراطية يعد بها الإخوان المسلمون الشعب المصري وعندما يقول وزير الإعلام شخصيا بأنه لن يعرض الجزء الثاني من مسلسل الجماعة في حال إنتاجه؟ الديمقراطية التي نعد بها المصريين هي نفس الديمقراطية المطبقة في الدول الغربية العريقة. نعم. لكننا قطعا سنأخذ خطوات حتى نصل إلى مثل هذه العراقة. يعني أتكلم عن هذا الموضوع بالذات. نعم. قال سوف أنا جاي المهرج. إذا كان الأستاذ صلاح عبد المقصود قال لن يسمح بعرض. نعم. هذا المسلسل على التلفزيون المصري وكان فيه تعاقد يبقى هو أخطأ. من الأخطأ؟ لو فيه تعاقد لابد أن المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود. إذا كان هناك عقد ملزم به التلفزيون المصري العرض هذا الجزء الثاني. أنا لا أتكلم عن عقود، أنا أتكلم عن حرية وعن قرار نابع من قناعة ذاتية. الحرية ممكن أن يعرض على الشاشات المصرية أو يعرض على الشاشات الخاصة أو يعرض في أي مكان. نعم. إذا كان في عقد على عينه وعلى الرأس تعظيم سلام لا يمكن أن نحن وإن بالوعد. لم يكن هناك عقد وقد قدم هذا المسلسل أو عرض من أجل عرضه على التلفزيون. بالمناسبة أنا كنت مبسوط جدا من الجزء الأول من مسلسل الجماعة وأنا متوق أن أرى الجزء الثاني. لو كنت وزيرا للإعلام أنا شخصيا لو وافقت عليه مباشرة. لما؟ لأنه يحدث حالة من النقاش وأنا مع النقاش. النقاش يعطي حرية، فمن أراد أن ينحزر هذا الفريق ومن أراد أن ينحزر فلينحزر. يقول البعض أن مع وصولكم إلى الحكم لبستم قناع الاعتدال، قناع التسامح، قناع المحبة. يعني أشدد على كلمة قناع. أفهمها. ويقولون أنه ليس هذا الوجه الحقيقي للإخوان المسلمين، إنهم بمعنى آخر يتمسكنون حتى يتمكنون. طيب. يعني العبارة دي معلش عكس ما الخلاصة، يتمسكنون حتى يتمكنون، فإذا تمكنوا لم يتمسكنوا أليس كذلك؟ بلى.
فإذا افترضنا أننا نحن في تمكين وهو ليس تمكينا بالمناسبة عشان ننهي القضية دي، لم نغير رأينا. أنا عند رأيي منذ كنت في السجن مبارك إلى اليوم، تعرف حضرتك في السجن كانوا بعض الناس يدعون بالاسم على ضابط أمن دولة، وقفت وقلهم لا تدعو على شخص باسمي في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، اتركوه لله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمره. أما نحن فتوجه الله أن يفك أسرانا وأن يخرجنا من السجن، لكن أن نخص إنسانا، هذا القناع الزائف المشار إليه في الحوار، لا، هذه حقيقتنا. نحن نريد حرية وفي ذات الوقت نريد انضباطاً ونريد سماحة تجمعنا جميعاً. هل ستسمحون لمعارضيكم بالظهور على التلفزيون الرسمي كما حدث مع الشاب السائر والمرشح السابق خالد علي الذي قال لا. مبارك نفسه لم يمنعني من الظهور في الإعلام خالد الرسمي. ظهر وقال لم يمنعني أحد. بالمناسبة هذه أخبار ليست يعني موثوقة، مش up to date على تويتر. not up to date مع تويتر هو كتب. لكن بعد ذلك جاء خالد علي وطلع التلفزيون ولم يمنع أحد، ولن يمنع، بل إن وزير الإعلام ماذا فعل سيدي؟ وزير الإعلام اجتمع مع كافة الأحزاب المصرية وقال هذا التلفزيون ملك لكم أجمعون أيها المصريين. بيقدر أي معارض يطلع ويحكي اللي بده إياه؟ أنا بأستضاف في التلفزيون المصري ومعي أشد الناس معارضة من حزب التجمع. حزب التجمع بالمناسبة أنا يعني شتانة بين لماذا منعتها لفهمي؟ أنا لا أدري من، عفوا يعني قد لا أحيط علما هو صار في أنه الوزير قال أنه أجرت مأخرة على البرنامج، أني قالوا أنه هي قالت أنه منعوها من دخول لا يعني يرد تحقيق في هذا الموضوع، لا منع لأحد. وأنا بمناسبة صديق صديق مباشر أنا لسبب منع، من أصابه ضر ولم يستطع الوصول إلى الوزير أهلا به، سوف أصل به إلى الوزير. سؤالي، بما أنك عم تعتذر اليوم على الأخطاء اللي عم بيقوموا فيها ناس من داخل كادر الجماعة، لا أنا المحامي، أنا اعتذرت بس عن كلام المحامي، اعتذرت عن حدا تاني كمان، عن المحامي، واعتذرت عن موضوع تاني. ما هو ده بتاع قلت لو لا اعتذارين مرقوا، عن منع المقالات على ما أعتقد، لا أنا قلت منع المقالات رئيس التحرير أخطأ اللي اعتدوا على الإعلاميين مثل رئيس تحرير اليوم السابع والذي اتهم شباب، هذا اعتداء خطأ واتصلت به حال. لا مش اعتذار، اتصلت به مباشرة. أنا شخصيا حلم الجزار يعني الذي يجلس بين يديك الآن وفي حضرتك اتصل بخالد خالد صلاح، ويعني لأن هلاني ما حدث، وكان هناك مجموعة فيها من الإخوان وفيها من غير الإخوان بوضوح شديد، وأنا تعقبت الأمر وتحققت فيه، وعاقبت أنا بصفتي مسؤولا عن منطقة 6 أكتوبر والجيزة من آذى هذا الرجل. هل إلى هذا الحد هناك ناس شباب متهور يخرجون عن طاعة الإخوان؟ نعم هناك بل إحنا نعرف أن هذه الجماعة منظمة جدا بشكل، ومبدأ الطاعة هو مبدأ أساسي. عفوا يعني على الكلمة، أنه كيف سنصدق أن هناك من يقوم بأمور تخرج عن الطاعة يعني وتخرج عن توجهات يعني الجماعة؟ كم بالمئة أطاع وكم بالمئة 2-3-4 أخطأوا، وأنا حاسبتهم، وكنت أتفق أو كنت أتفق مع بعض الناس إلى الذهاب إلى الأستاذ خالد، وقلت له من فضلك حدد موعد أظهر معك على الهواء، وهؤلاء المخطئون يعتذرون. بما انك عم تعتذر كمان، لا مش بعتذر، انا بوضح الحقائق، مش كله اعتذار، انا بوضح الحقائق. انا اتصلت بزميلة ريم ماجد، ريم صديقتي العزيزة، طيب تستضيفوني كثيرا في الاو تي في، من حضرة المرشد الدكتور محمد بديع الاعتذار عن من الاعلاميين عما قاله او عن وصفه بانهم سحرة فرعون. طيب هل تعتذر عن هذا الموضوع؟ لا انا اعتذر عما اقوله انا او عما يفعله من هم اقل، عفوا ادنى مني في 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 الجماعه وفي التنظيم، اما من هم اعلى مني لا املك ان اعتذر، لهم مقامات كبيره، هم ان ارادوا ان يصححوا. لن نقول تعتذر، هل تراه خطا او تؤيده على هذا؟ هذا اسمه في اللغه مجاز تعبيري. عجيب لاهل الاعلام ان حينما نستعمل الفاظ حقيقيه لا بأس، ألفاظ مجازية يقف عند اللفظ المجازي ويحملونه يعني فوق طاقته. حينما أقول إن هذا سحر، المكان الذي فيه مملوء بالسحر، ليه ما أرى فيه من شباب الإعداد عم بيقولوا مش هيقدر يغلط في المرشد لأنه حيودوه ورا الشمس. لا أصل المرشد فوق رؤوس كل اللي قام بالمناسبة، مش أنا بس بالمناسبة، لأنه جاء في انتخابات حرة نزيهة في داخل مكتب الشورى. ليك هذا المشهد وهذه الصورة، إنه عم بيقولوا لي إنه هم حيقدر يقول لك اللي أنت عاوزه إلا الموضوع يتعلق بالمرشد لأنه حيودوه وراء الشمس. لك هذا التعبير؟ لا أحد عندنا يذهب بأحد آخر وراء الشمس، لكن المرشد بشر أم غير بشر، ملاك ولا غير ملاك، ورد يخطئ ورد يخطئ،
لكن انت حضرتك سالتني السؤال مش كده، سالتني هل تعتذر عن كذا؟ نعم. هل نعم. هل سالتني حاجه وانا وضحت؟ انا رجعت سالتك هل هو اخطا برايك؟ ولذلك قلت ان تحمل او حمل اللفظ اكثر مما يحتمل، حمل اكثر. يعني سحره فرعون ماذا فعل؟ ونسيوا حاجه مهمه، ان سحره فرعون امنوا في النهايه. ايه راي حضرتك بقى لماذا اخذوا الجزء الاول من سحره فرعون انهم كانوا وكانوا ولم يدركوا ان سحره فرعون بالفعل في النهايه ادركوا معنى الايمان؟ قبل ان نختم القسم الاول سؤال اخير، هل سنشاهد او كما قيل انه في الافلام المصريه او المسلسلات او الامور المسجله قديما والتي تظهر فيها صور او مشاهد ل رئيس المخلوع حسني مبارك، هل صحيح أنكم ستقتطعون كل تلك المشاهد أو تضعون دائرة سوداء على وجه مبارك كما فعل عبد الناصر مع الملك فاروق؟ الملك فاروق نعم. لا، هذا جزء من تاريخ مصر. نعم. حسني مبارك لا شك أنه جزء من تاريخ مصر، أحسن في أمور وأساء في أمور أكثر. لماذا نزعت كل اليافطات وكل اللوحات وكل هذا الشوارع؟ هذا انفعال خاطئ بالمناسبة، هذا كمان انفعال خاطئ. خاطئ، بس ده مش من الإخوان بقى. الثورة قالت شيلوا اسمه من على إيه؟ من على المترو، وشيلوا اسمه من على المدارس، وشيلوا اسمه، دي فعل ثوري عام، لكن لا يتحمله الإخوان المسلمون. لكن حضرتك بتكلمني على المناهج الدراسية، يعني أو على أو سبقتوا على أكثر ناس ديمقراطيين في العالم بديمقراطيتكم إذا كانت هذه الديمقراطية صحيحة وصادقة. يعني الأيام بيننا يا أستوني، وأرجو أن يمد الله في عمرك وعمري في أيضا عمرك في عمر الجميع يا عمر الجميع يا رب، ونرى أن فعلا الأجزاء التاريخية في مصر لا يمكن أن تمحى أبدا. حسني مبارك لا ننسى أنه كان جنرالا في الجيش المصري الذي انتصر سنة 73، هل هذه تمحى؟ وهو الذي أساء بعد ذلك في عدم استجابة للشعب، هل هذه تمحى؟ لا هذه تمحى ولا هذه تمحى، يوضع التاريخ أمام الناس وهم الذين يحكمون من أخطأ ومن أصاب. دعونا نتوقف مع فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد في أجراء الكلام، ومع حلقة خاصة بقمع الحريات الإعلامية أو سيطرة الإخوان على مفاصل الإعلام في مصر، أو رفض أو نفي هذه المعلومات أو الإشاعات. ولكن حان الوقت أيضا أن نتعرف على هوية الضيف الثاني في حلقة الليلة، والذي سيواجه طبعا ضيف موجود معنا، ولكن هل من الممكن أن يكون أستاذ حلمي تعرف على هوية من هو الضيف الثاني؟ أنا بس أقول أنه معارض للإخوان المسلمين فقط، وهم ليسوا بقلة. أهلا بهم ومرحبا، يعني وهم أحبابي أيا كان رأيهم. دي الدبلوماسية الجديدة، أنا ربما ألتقي بحضرتك أول مرة هكذا، أنا وهكذا صنعني الإخوان. هكذا؟ هكذا أنا وهكذا هكذا صنعني الإخوان. صنعني الإخوان. نعم. الإخوان عندهم مصنع واحد؟ ولا عدة مصانع؟ عندهم مصنع بمنتجات متعددة. أها. أنت من أي منتج؟ أنا المنتج المتوسط. مين من المنتج الصف أول؟ الأستاذ عاكش. أستاذ عك طبعا. ومين من المنتج دون المتوسط؟ اللي ما بيظهروش. اللي تحت الأرض. تحت الأرض ليه؟ يعني في ناس عاشت عمرها يعني الخلايا النائمة ممكن؟ لا، اللي تحت الأرض اللي هم لا يظهرون في الإعلام، يعني ما حدش يعرفهم. في خلايا نائمة عند الأخوة؟ لا ليس، عندنا كله استيقظ. كله استيقظ؟ في حد نائم خالص؟ خلاص أصلاً. طيب دعنا نتعرف على هوية ضيفنا العزيز الموجود معنا، وهو طبعا وردنا على ذكره، هو الدكتور الأستاذ عبد الحليم أنديل، رئيس تحرير جريدة الصوت. مرحبا، هل يعني تسمح لي أرحب به؟ أنا أسمح لك، ولكن الدكتور مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. بس كنت عاوز أسأل حضرتك، بتحب المواجهة من عندك من وراء الزجاج ولا بتحب تتفضل لعنا؟ لا يعني متهيألي الإفراج أفضل. الإفراج أفضل. في زمن الإخوان الإفراج أفضل طبعا يا دكتور عبد الحليم. هل تعتبر أننا في زمن الإخوان؟ أنت الذي تقول. أنا أنت قلت. لا لا لا، ده اعتراف. دكتور تفضل لعنا عمو المعروف، أهلا بك. شكرا. كان في انتقادات كثيرة على هذا العنوان. طبعا هذا لفظ مجازي، كون رئيس الدولة من الإخوان المسلمين هو من الإخوان لا شك في ذلك. هل تكلمت، يعني هل ما كان عندك أي أدنى شك أنه ممكن دكتور عبد الحليم أنديد هو اللي يكون معنا في الحلقة؟
هو لو كنت اتكلم كمان جملتين ثلاثه كنت اكيد لو كنت اتكلمت ليه؟ لان مش بس اصوات ده قلوبنا متفقه معاك كتير زيك بارك الله. انت جايب واحد لا يمكن ان يكون معبرا دقيقا اوف خالص ده كلام خطير خالص يعني. كيف ذلك عم تقضي على مستقبله في الاخوان بالكلام ده؟ انا طبعا ما اقدرش اقول له على الهوا، انا قلت له قبل كده يعني يعني انا مش عاوز اقضي على مستقبله فعلا. لا لا بس يعني انت جايب حد ليبرالي في هيئه اخوانيه اوف يعني مش طيب. والله ده تعريف وتعبير انا سعيد بيه لسبب. انا والله انا لان انا احاول ان اقرب الاخوان المسلمين الى ان يكونوا ليبراليين بالظبط. ما هو انت كده. طب ما هل ممكن ان نقول لك على تحوله؟ بس انا مش ليبرالي يعني يعني مع حبي في الاعتبار ان درست ليبراليه. لا ما اصل معنى انما انت فعلا تعمل ديفينيشن للليبراليه يعني بمفهومها. ممكن نكون انا فاهمها في شيء. لا انت ليبرالي فعلا كويس يعني مع حريات الاقتصاد ومع حريات السياسه ومع لهذا السبب دكتور لهذا السبب اتكلمت عن فكره عن من يمثل يعني كنت مصر منذ البداية أني أنا جاي أواجه من يمثل وليس شخصه. أنا أعرف الدكتور حلمي جيدا وأعرف يعني وأتوقع ما يقوله يعني لكن فكرة أن هذا معبر بالفعل أو التعبير الذي استخدمه أنه في مصنع أن أنا منتج من مصنع الإخوان. لا المنتجات كتيرة ومعروفة حتى في على الصعيد الإعلامي لم أخفي ذلك ومتفاوتة الفجاجة في التعبير. ما هو أسوأ منتج من منتجات الإخوان؟ ما هو أسوأ منتج؟ بدأ الأمر واضحا جدا في كم الاعتذارات اللي قدمها الدكتور حلمي يعني هو طبعا فكرة الدكتور حلمي الجزار دي كمان خطأ آخر بس ليس الإخوان ما مسؤولين عنه. اللقب يعني يمكن بيشوش على طبيعة الشخصية ففي شيء إيش في شيء قال بيشوش على طبيعة شخصية. ما هو أسوأ منتج اسمه ولقبه وفكرة جماعة الإخوان؟ لا أسوأ منتج صنع في مصنع الإخوان ما هو برأيك كأشخاص؟ لا يعني هي القضية ببساطة شديدة إنه هو من يقود جماعة الإخوان. أنا رأيي من زمن أن جماعة الإخوان فكرة الخلفية الدينية أو أنها جماعة دينية أو المخاوف الدينية المرتبطة بوجود الجماعة في الحكم جزءا أو كلا ده شيء مبالغ فيه جدا وخارج التاريخ. لكن ما أراه جوهريا أن الجماعة تحولت لإمبراطورية اقتصادية وأنه فكرة بزنسة الإخوان برأيك يعني ده جوهر. من أسوأ من يمثل الإخوان المسلمين برأيك الشخصي؟ لا يعني انا لا اريد ان أو يؤثر سلبا على صوره الاخوان او مجرى الرئيسي يؤثر سلبا مجرى الرئيسي لسياسه الاخوان في تقديري وقد عبرت عن ذلك مرارا وتكرارا ان هي فكره ان هي استنساخ لحكم جماعه مبارك بمعنى اكثر انه قصدها الرئيسي لصق تيكت اسلامي على بضاعه مبارك ذاتها يعني دي الفكره لا 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 الجوهريه لا 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 في السياسه والاقتصاد وحتى في يعني العالم. هذا نوع من معلش من سوء الظن بالإخوان المسلمين معلش سوء الظن أحيانا من حسن الفطر يعني أحيانا قلت أحيانا لكن ليس دائما لكن القضية قضية علمية يعني نبحث علميا وأيضا على أرض الواقع الإخوان المسلمين على أرض الواقع في الحكم إن صح التعبير شهرين ثلاثة خلينا نأخذ يعني وقت ونشوف هل العدالة الاجتماعية التي يقول عنها ولكن أنا عفوا لو قطعت لأني لا أريد أن أخرج عن سير الحلقة. موضوع الحلقة اليوم هو أخونة الإعلام. أنا شخصيا لا أميل لاستخدام تعبير أخونة الإعلام. ليه؟ لماذا؟ لأن ما يجري أسوأ من أخوانة الإعلام. ماذا يجري؟ ما يجري هو تركيك الدولة، إضعاف الدولة عموما. الفكرة الأساسية أنه كانت هناك دولة شخصية في الدولة الشخصية شخص الرئيس والحكم وفي خلط شديد بين فمعنى الدولة ومعنى الحكومة يعني يفترض في أي نظام مستقر حين يفوز حزب ما هو يحكم ويعني يتولى الحكومة لا يتولى الدولة. والدولة في مصر جهاز ضخم جدا يعني فيها 8 ملايين عاملين في جهاز الإداري للدولة. هناك هيئات ضخمة جدا تابعة للجهاز الإداري للدولة أمنية وغير واقتصادية. هناك أيضا جهاز إعلام منتفخ تابع لجهاز الدولة كان جزءا من عملية السيطرة بمعنى أنه بيعامل كالجهاز الأمني يصرف عليه كالجهاز الأمني كركيزة للنظام. المشكلة الجوهرية التي تحدث الآن أنه فترة انتقالية جاءت فترة انتقالية ولم يحدث أي انتقال إلى أي شيء آخر وحصل نوع من العك الكروي أو العك السياسي أوقعنا فيما نحن فيه الآن. وما نحن فيه الآن هو ببساطة إعادة إنتاج أو يعني طبعة ثانية لنفس الوضع الذي كان قائما. وبالطبع يعني كما قال مفكر عالمي التاريخ ممكن يكرر نفسه وممكن يعيد نفسه يعني لكن مرة تراجيك ومرة كوميك
يعني دي المرة التكرار الهزلي لما كان يفعله مبارك في كل المجالات. يعني دائما في إصرار أنك أن تشبه يعني عهد الإخوان المسلمين بعهد مبارك. ليس الآن، ليس الآن، أنا في كتاب الأيام الأخيرة عام 2008 حين قلت أنه مبارك سوف يمضي، وليس سؤال يمضي أو لا يمضي، ما السؤال ما هي صورة النهاية. كلمت إذا حكم الجيش مصر وإذا حكم الإخوان مصر، وقلت أن الإخوان سوف يحكمون بكل تأكيد بعد أن يمضي مبارك وفي نسبة الفوز بالسحتوت، وحين سيحكمون سوف يتصرفون هكذا. طيب. وسوف تكتشفون أنه إن إحنا بصدد قدر، قلت أنه إحنا ندفع ثمن مبارك مرتين، مرة هو موجود ومرة بعد أن يزل. هل تكره المرة الثانية دي دكتور عبد الحليم؟ أنا لا أكره أي حد، وليس لدي أي مشكلة مع أي حد. الإخوان خصم سياسي وليسوا أعداء، الإخوان جزء من النسيج الاجتماعي التاريخي الفكري لهذا البلد. بس ما أريد أن أركز عليه أن الإخوان هم يمثلون حزب اليمين الرئيسي في البلاد. الإخوان حزب طبقة وليس حزب أمة. طبقة رأسمالية المحاسيب التي أفرزها نظام مبارك هي ذاتها التي تمتد الآن مع إعادة تشكيل الفريق. يعني بدل ما أحمد عز بتقدم، بتقدم حسن مالك، بتقدم خيرت الشاط. فروق اللحية هي فروق نسبية، لكن حتى ما ألاحظه بصدد اللحية أن الإخوان بيخففوا لحاهم ويتقالوا جيوبهم الآن. يعني ده جوهر مجرى رئيسي للتطور بمناسبة الحكم. يعني صراحة صراحة راحة، وأنت رجل صريح. أنا صريح وسوف أكون أيضا صريحا معك. هذا فكر لن يراه الواقع، فما تقوله هذا فكر كتبته على صفحات حكم القارين. جميل. لا حكم القارين. لكن نحن أمام واقع. حضرتك قلت أنا هقول الواقع. سوف أفحص لك الواقع. لحظة طبعا. بألف مثال. طيب. الإخوان ليسوا طبقة وليسوا حزبا، لأنهم منتشرين في كافة أنحاء مصر. حضرتك تعلم ذلك جيدا. وليسوا هم الذين يثقون يجوبهم، بل عندنا في الإخوان من كافة الطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية. ولا ريب ولا شك إن حزب ينتشر بهذا الشكل. هذا الانتشار التاريخ والانتشار الجغرافي شيء جميل. لا اليوم نقطة ثانية لسه. لا بس لأنه ما بدي أخرج عن سياق الموضوع. اليوم الإعلام. أين هو الإعلام؟ الإعلام في الإخوان المسلمين. لكي أعكس نفس التصرف. نعم. نفس التصرف، إنه هناك إعلام خاسر، يعني التلفزيون خسران 17 مليار جنيه، والصحافة المسلمية القومية بين قوسين ثقيلين خسرانة أكثر من 8 مليارات جنيه، وتنزف من ميزانية الدولة المنهكة. بيتم تحويل كما كان يحاول الإعلام لبوق للرئيس، بيتم تحويل الإعلام أيضا لبوق للرئيس. القضية مش قضية هل رؤساء التحرير الذين جرى تعيينهم من جماعة الإخوان أم ليسوا من جماعة الإخوان. هم رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات عيونه تبقى للنظرية المصرية الرائجة أحلام سيادتك أوامر. يعني من في الحكم في حاجة اسمها التأخن، مش الأخوانة، التأخن. وصار الأمر كمان ليس فقط في الطاعة. الطاعة مظاهرها، عاوز أضرب لك أمثلة للطاعة حاجة واحدة بس، الجدو العد التنازل الخاص بالمائة يوم اختفى من كل الصحف مرة واحدة. لا أحد عاد يعد الآن على الرئيس ولا يحاسب. اتنين، المنشتات اللي هي إنه اللبن والعسل والمليارات تسيل أنهاراً لاستثمارات. افتح مثلاً جريدة هتلتقى 8.5 مليار النهاردة، 8.5 مليار بكرة، ومش عارف إيه. انزل الشارع هتلتقى الطوابير قدام محطات البنزين، لأن ما عادش فيه سولار، ما عادش فيه مازوت. انزل الشارع هتلاقي في آخر شهر سقط 7 قتيل في طوابير العيش. انزل الشارع وانا قاعد في منطقة الهرم وليس في منطقة عشوائية، وقاعد من سنة 1993، يعني بقالي 19 سنة في هذه المنطقة، لم تنقطع المياه في عندي إلا ببركة الرئيس مرسي، أنا وولادي اللي هم مقيمين على مسافة كيلومتر وكيلومترين. وفي نفس الوقت الكلام عن اختيار آخر في الاقتصاد غير مطروح، نفس السيستم. ارجع تاني لصندوق النقد الدولي، خد لي قرض من صندوق النقد الدولي، شروط صندوق النقد الدولي، اتكلم على الاصلاح الاقتصادي. يعني بمعنى اخر في الاعلام ايضا نحن فتحنا كلام على غير الاعلام، اذا لابد ان لا الاعلام لا هو يعني في الاعلام في الاعلام عفوا دكتور عفوا عن الصور وعن هذه قضيه قضيه. انا بتكلم على سياق الاعلام جزء، بس هو عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول من وضع يد الاخوان على الاعلام لم نعد نسمع بتلك المشاكل اللي موجوده في الشارع. الصفحات التي يقراها الدكتور يبدو انه ينتقي عناوين ويترك عناوين اخرى. انا بنفسي اقرا وبمنتهى الدقه ما يكتب في صحيفه الاخبار والاهرام وكذلك في الصحف المستقله. مثل ما هذا موجود، هذا موجود موضوعنا. خلينا في الاخبار والاهرام اللي هم اشهر صحيفتين. فيهم الانتقاد اللاذع موجود، لكن لا قضيه ان فيه
طوابير على البنزين موجوده في الصحف موجوده مكتوبه. طيب اذا لا مش في الصحف موجوده موجوده في الصحف. اقول لحضرتك موجوده جدا. هضرب لك مثال. حضرتك لم تقرا الصحافه بجريده قوميه كبرى. انا بقرا الجرايد. لا انت قريت بتقرا منشطه واحد في سيمي. اقول لك بس مثال بسيط. جريده قوميه كبرى هي نعم دي اللي ما بيقراش لا يقراها جيدا يقرا. انا قارئ جيد. طيب لماذا انا اعلم انني سوف اواجه هذا عملي. هذا عملي وانا ابدا يومي بقراءه جرايد وهذه هوايتي. وصحيح هذا عملي. صاحب الهوايه احيانا يسبق. ماشي جميل. انا هضرب لك مثال بسيط جدا. بالامس في الصفحه الاولى لجريده الاهرام يعني طبعا احنا هنزيع في وقت تاني بس وقت التسجيل يعني بالامس كان في كلام عن ازمه مرعبه في الوقود في الصفحه الاولى وانه ما فيش فلوس عشان نجيب وفي هيئه البترول مدينه الموردين بست مليارات دولار. النهارده لهجه التطمين تصريحات لوزيري البترول والماليه بيقول كل شيء تمام ومفيش حاجه تمام. كل يعني شيء فكره كل شيء هيجهز لسد الفجوه بتاع 6 مليارات. انت عضو في الحكومه اذا لا بس اقول لحضرتك. طب بس هم قالوا مش انت قريت الكلام بس. الكلام ده موجود في صحفه كده بهذه الصياغه وليس بالصياغه التي تقولها انت. الصياغه دي لا الصياغه اللي انا اقولها انا ان احنا وفر ان احنا وفرنا. الفلوس موجوده اتوفرت في 24 ساعه وهذا غير صحيح على طريقه كل شيء تمام بغير صحيح بدلاله الشارع بدلاله الخبر مش بدلاله التطوير. توفير المال معناه مباشره البنزين يجي. شيء اخر يا دكتور. مش معناه كده يا دكتور حلمي. ليس شيء اخر. الامثله التي ضربت في الاخبار تم ضرب امثله اثناء الحوار بينكما حول منع عبلة الرويني او نعم. يوسف القعيد او ابراهيم عم جيل. السؤال الثاني من اضيف طشه الملوخيه يعني اعاده استحضار عفاريت ومنافقي مبارك وكتاب التقارير ومندوب الاعلانات لدعاه الرئيس مرسي. هذا خطا اللي انت اشرت اليه من الصحفيين الذين يريدون تقرب للحاكم. هذا خطا. هو تقرب للحاكم التزلف. وده خطا انت مين؟ بتخلق خطأ انت مين؟ بتخلق على نفقه على سنفقه صاحب المخل. أيوة اللي هو الشعب المصري. هذا المخل هيتقفل بنفق جماعه الاخوان. لو الدكتور حكايه الدكتور يا دكتور حلمي اللي انت بتصر عليها يغلق هذا المحل الخاسر. حكاية الدستور فيها خطأ منهجي. دي قضية تانية. انت حضرتك بتقول ان شاء الله لما نعمل دستور دستور اتعمل خلاص ربنا يديني ويديك طول العمر. انا بتكلم عن ممارسات في الشهر القادم. بتكلم عن ممارسات قائمة الآن. ايوه كيف نواجهها الآن كيف نواجهها الآن في شيء اخر ان تكون صحف مستقلة في شيء اخر قومية يعني توقف عنها الدعم وتبقى صحف مستقلة ويملكها اصحابها وخلاص ويخلص جميل. الموضوع هذا ولا يكون للدولة بوق اعلامي. جميل. هذا الكلام فيما بعد. انا اتحدث عما نحن عليه الآن ايضا في تشكيل مجلس اعلى الصحافة. هذا مجلس اعلى لقراء الصحف وليس مجلس اعلى الصحافة. في نوع من الحط من قيمة الصحافة لدرجة ان احدهم وهو الاستاذ نادر بكار من عضو قال يا اخوانا انا مش ممكن ابقى موجود في المكان ده انا مش مؤهل لهذا الكلام. كم واحد منهم غير المؤهلين اللي هم المهندسين والحنوتيه وغيرهم اعضاء مجلس الصحافه؟ حنوتي حنوتي كلهم حنوتيه صحافه. لا 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 كلهم حنوتيه صحافه بمعنى المجازي. مش انت كلمت عن صحره فرعون بالمعنى المجازي؟ إذا المجاز دول حنوتيه صحافه. اذا المجاز مقبول. ايضا اذا المجاز مقبول في المجلس القومي المجاز مقبول الانسان متصل. ده مجلس قومي لمكافحه حقوق الانسان. في نوع من حط من قيمه الصحافه. يعني انا لما اجي اجيب مثلا اما اجي التقى اول مره المجلس الاعلى للصحافه طبعا كان بيصدر قرار بتشكيل امم مبارك. نعم يعني من نفس السلطه بنفس الطريقه بنفس المصدر. مين اللي اصدر قرار تشكيل مجلس الصحافه؟ مجلس الشورى. طب من اللي معروض امره على المحكمه الدستوريه العليا يا دكتور حلمي؟ انا اعلم ذلك جيدا. ومعروض امره اي ملائمه سياسيه. انا هذا واضح. انا سايبكم تتناقشوا. عم تتناقشوا بس النقطه دي. بس انا في نقطه اهم. من هم الاشخاص اللي بتعترض عليهم بالمجلس الاعلى للصحافه؟ نعم من هن الاشخاص اللي بتعترض يعني عليهم؟ من احسن من الافضل ان تحدثني عن الاشخاص الذين لا اعترض عليهم. لا لا اللي بتعترض لان اغلبهم لا يعلم عنهم احد شيئا. اللي بتعترض عليهم اغلبهم يعني مثلا واحد اسمه المهندس فتحي شهاب رئيس لجنه الثقافه في مجلس الشورى. انا مش عارف ايه علاقته. واحد ده علاقته ده رئيس لجنه الثقافه والاعلام في مجلس الشورى التي مختصه بالاعلام. ايوه ايوه ما فيش حاجه. فكيف يكون بعيدا عن الصحافه؟ يا سيدي الناس تشكيل المجلس الاعلى للصحافه مين غيره؟ مين غيره؟ مش يا كتير جدا. انا ما الحقيقه هذا التعميم هذا الاسماء فيها قدر من من الركاكه يعني أغناني لا تتذكر ليس أغناني أسماء معروفة. بس هذه اهانات شخصيه لو صارت صارت تعتبر اهانات شخصيه. لا اسماء عظيمه اسماء عظيمه جدا لا علاقه لها بالصحافه. بس لا اسماء عظيمه جدا مبجله نقدس ونسبح يعني وكذا لكن ليست لها علاقه بالصحافه خالص. وليس خالص خالص اذا كان نادر بكار اللي هو متحدث رسمي باسم حزب النور أيوة. حليفكم
أيوة. الراجل قال ببساطة شديدة جدا ما يرضيش ربنا ممدوح الولي ليس لها علاقة بالصحافة. ممدوح الولي رئيس تحرير صحيح اخواني لا مش غضو اخواني كويس. ممدوح الولي ليس عضوا اخوانيا من نفسي. لا استنى اسالني عن الاخوان. مسؤول التنظيم ايوه انا مسؤول. انت مسؤول التنظيم اعرف وتنظيم جيد. انت ماسك الجيزة وقلت بالحرف ان انت تستطيع ان تعتذر عنك او عن اللي تحتك باي زمن برايك. انما الفكره ممدوح الولي ليس نقيب الصحفيين وهو عضو مجلس الصحافه رئيس تحرير جريده الوطن ليس ليس هنا بقى هنا ما هنا كان كيف نقول باي زمن باي زمن تعتقد انه سيكون في حريه اعلاميه اكثر بزمن مبارك او بزمن الاخوان اليوم؟ لا الحريه تنتزع ولا تمنح. انا ابن منهج ومدرسه يعني اتخذت من نفسي دليلا عليها ان الحريه بتنتزع بدليل بمعنى انه مبارك كان يفعل نفس ما يفعلون او الاخوان يفعلون ما كان يفعلون. غير صحيح. بس انا بقول لحضرتك انا غير صحيح. هذا رايي بس حتى لا يستقر في وجدان المشاهد شيء غير الأدلة. صحيح وعندي غير الادله صحيح. الحاجه الادله شو هي الادله؟ الادله ان الصحف القوميه لو حضرتك قلبت الصحف القوميه وجبت كبشه صحف قوميه من ايام مبارك وحطيتهم جنب بعض نجيب. كده انا موافق على الاجراء ده. المثل الشعب المصري اللي بيقول اكف القدرة على فمها تطلع البنت لامها. ما هي حدود شبه ما هي حدود الحريه برايك يا دكتور؟ ما هي حدود الحريه برايك؟ حدود الحريه ان تقول كما قلت في زمن مبارك اشعر بالعار لانك الرئيس اني اريد ان اتقيأك. انا عاوز اقول للمقال المقال اسمه اشعر بالعار لانك الرئيس وفي وقتها محامي برضو محامي من الحزب الوطني أتذكر أن اسمه سمير الششتاوي نعم. كما دلوقتي محامي من حزب طيب. الحرية والعدالة بس هل يجوز اسمه إسماعيل وشاحي هل الحرية رفع قدم دكتور. بلاغ هل بتهمة إهانة الرئيس. هل الحرية تصل بنا إلى أن نقول مثل هذا القول عن رئيس جمهورية طبعًا. بلد طبعًا. أقول لك طبعًا الرئيس موظف عام لا مش إله ولا نصف إله ولا سيدنا رئيس مش موظف ولا سيدنا موظف عام مش موظف رئيس, رئيس منتخب موظف من الشعب في اسمها وظيفة رئيس عامة منتخب من الشعب أيوة منتخب كل موظف. الوظائف كل الموظف الذي يعين يا سيدي مفهوم الوظيفة العامة بيمتد لكل العناصر المنتخبة يعني عضو مجلس الشعب موظف عام عضو لا مجلس لا مش موظف عام موظف بسبب عام. في حاجة اسمها ضريبة الموظف العام ده في الحكم القانوني ضريبة الموظف العام ده انه يتحمل هذه رؤيه شخصيه دكتور حسام حليم توصيفك لاعضاء مجلس الشعب وتوصيفك لرئيس الجمهوريه انهم موظفون عموميون خطا خطا في الاساس تنفيذية. لا في فرق في فرق اذا في فرق يعني مركز عام يا مركز السلطه التنفيذيه بس كي لا نتوقف عند هذه النقطه المهم مش هي اذا كررت هذا الكلام انا بقول ببساطه اذا كررت هذا الكلام في زمن الدكتور مرسي اليوم برايك هل راح يرحمك الدكتور مرسي كما رحمك مبارك؟ بالنسبه لي انا لا اطلب الرحمه من احد انا اطلب الرحمه من المولى سبحانه وتعالى انا فكر صياغه اخرى نقد الرئيس هو يريد صياغه اخرى حتى المادة 179 من قانون العقوبات لا مش نقد استنى بس لا ده نقد سبق تجريح شخصي إيه بتقول له انت عار وبتقول له اريد ان اتقيأك هذا نقد لا انا اقول لك السياق ما انت ما تاخدش جملة من سياق ها المقال كان بيكلم اشعر بالعار لانك الرئيس لانك تعمل كذا 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 مما يحط من مكانة مصر واشعر كأني اريد ان اتقيأك يعني فعلا مصر ها يعني انا هنا في 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 السياق بتخيل نفسك مصر يعني قسمت حاله البلد والبلد عاوز تتقيأ مبارك وقد تقيأته اوكي في حال كتب هذا الكلام هذا حدث تاريخي في هذا الزمن ماذا سيحدث لعبد الحليم ولا يحصل ما كان يحدث ولا مبارك لانه ببساطه شديده جدا ده يقوله الان ده يقوله الان وانا اطمنه حدث بالفعل ما هو في ناس قالوا ده قلب كثير حيلت الى انا اقدم عرضا اوفر طالما نحن في في مزاد كلامي يعني حين تقدم عرضك هي الضمانه انت تكون صاحب المحل لا ما هي الضمانه ما هي الضمانه يعني انت يا دكتور حليم يا دكتور حليم اصل بقى الكلام يعني سهل طوانع انت بيع كلاما انت طوانع يا سيدي انت هل لديك قرار باي صفه اليوم تطمئن انت بتطمئن باي صفه باي صفه تطمئن ايوه نعم هذا كلام جميل تطمئنك بصفه انني مواطن ادافع عن حقوق وانت تقول وانت تقول لا وانت تقول ان المواطن هو الاقوى في هذا البلد كلام سهل وكانه اليوم قيادي اخواني لان المواطن هو الذي ينتزع الحريه وانا معك في انتزاع الحريه ظهر الكلام وكانه اي قيادي اخواني في البلد اليوم يستطيع هو ان يطمئن من يشاء وان يهدد من يشاء معناها 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 اقول لك معناها انا لا اريد طب هو سالني سؤال دعني اجيب عليه معناها انني مطمئن تماما لمنهج الاخوان المسلمين الذي افرز الدكتور مرسي ومطمئن تماما لخطوات التي سوف يتخذها حيال الاعلاميين ولا يمكن ابدا ان يقهر انسانا طب لماذا لم تطمئن على
استاذ توني انا عاوز قناه أذكر. الفراعين وعلى الاستاذ عكاشة. لا ده تحريض على قتل في فرق بين النقد وتحريض على قتل. سمعتها من ابو كلام حمال قوي. يعني ده كلام اخطر. ده كلام اخطر. واحد عم بيقول له لرئيسه انت عار. لا انت ونريد ان نتقيأك. ده يقول اهدر دم رئيس الجمهوريه. هل قال ذلك الدكتور خمسين؟ استاذ توني استاذ توني لم يقل ذلك. انا عاوز اذكر بس بان السيد صفوت الشريف كان صباح مساء يتحدث عن اننا في اذى عصور الدولة. انا لم اقل ذلك بالمناسبه. وعاوز اذكر ايضا لم اقل ذلك ان حكومات الرئيس اقول نحن في فتره انتقاليه يا دكتور بتتكلم انتظر. عن ان احنا بنعمل اصلاح اقتصادي. لا ان حكومات مبارك المتبعه كانت بتقول نرعى محدودي الدخل وان الحزب الوطني أيوة. كان في صفه وفي عضويته ناس من كافه الطبقات. والدكتور متصور انه ما دام الاخوان فيهم ناس من كافه الطبقات أيوة. يبقى الحزب وسياسه الحزب معبره عن كافه الطبقات. طبعا طبعا ده تصور بدائي لانه كل الاحزاب اجعلني بدائيه من النهارده بهذه البدائيه. لو كنت تعلم شيء الاخر الاخوان هم هذه البدائيه تجعلني بعد رحيل مبارك كنت اعلم. هل كنت خليت عن مبارك؟ لا اكثر من ذلك قلت هل كنت خليت عن مبارك؟ كنت أعلم ولدي دليل طبعا سؤال شفاهي وتحريري. سؤال واضح. لو كنت أعلم كنت أن الإخوان هم من سيحكمون مصر لا. بعد مبارك هل كنت خليت عن مبارك؟ لا طبعا كنت في نفس الوقت كنت سأصر على خلع مبارك. والدليل على ذلك المادي العيني المادي العيني لو سمحت لي أنه لما جات الانتخابات الرئاسية انتهت للحارة السد اللي هي الاختيار المرير ما بين لماذا أيات دكتور مرسي شفيق شفيق ومرسي. هقول لك العنوان وأنا لماذا أيات دكتور مرسي أقول لك من العنوان لأن أنا بحب العنوان القصيرة خلافا لرغبتي دي عملت عنوان طويل عشان ما حدش يسألني السؤال ده في يوم من الأيام إن أنا نقضت نفسي. أنا قلت الشعب يختار بين النار والعار وأدعو للتصويت لمرسي على طريقة أكل الميتة ولحم الخنزير. من النار ومن والمعارض؟ النار هو حكم الإخوان والعار هو حكم شفيق. في خلاف جنائي مع شفيق، في خلاف سياسي مع مرسي، وبعتبر أن حكم الإخوان الذي كنت من خلال ما كتبت قبل الثورة في الدعوة لخلع مبارك سوف يالي مبارك، بعتبر أنه حاجة كده زي شربة زيت الخروع البلد لازم تشربها عشان تنضف مصاري. جميل. حرية الإعلام بزمن من برأيك هي أفضل؟ حرية الإخوان لن تترك. في فرق عندي بين حاجتين، رغبة الحاكم في أن يفعل شيئاً، وأنا بقول إن رغبة الإخوان كما تبدت في الإجراءات التي جرت اتخاذ في حقل الإعلام من أول محاولة الهيمنة على الإذاعة والتلفزيون عشرات القنوات وعشرات الإذاعات والنسف من ميزانية الدولة، اتنين السيطرة على الصحف القومية، هو هي دي رغبتهم. لكن هل تتحقق دكتور؟ هل تتحقق العناوين القصيرة؟ أنا بحب الإجابات القصيرة. هتحب الإجابات القصيرة؟ أنا بحب الإجابات القصيرة. آه. برأيك حرية الإعلام بزمن من ستكون أفضل؟ هل بزمن مبارك أو بزمن الإخوان؟ الحرية ستتحقق برغم الإخوان لأنها تحققت برغم الحرية الإخوان. سوف تتحقق برغبة الإخوان وليس برغم الإخوان. أنا برغم أقول برغبة الإخوان. أنا بس بعدل في المضمون أو في العنوان الذي يحمل مضمونا، لأن الإخوان أصلا حركة تحررية في الأصل ضد وهم الذين دفعوا ويعلم الدكتور عبد الحليم ذلك دفعوا كثيرا. حركة تحررية تغلق قناة تلفزيونية لحظة يا تصادر جريدة مهما بلغ انتظرني قد انتظرتك طويلا. اصل الحرية يا دكتور لا أن تصادر تدافع كلامي. عن مخالفين يا سيدي انتظر قبل ان تتصل بمؤيديك. الاخوان المسلمون اكثر من دفع ثمنا معتقلات ومسجونين وقمع حريات من اجل الحصول على الحرية، وانت تعلم ذلك اليس كذلك؟ الاخوان المسلمين هذا واقع والواقع والواقع اقوى بكثير من الكلام. دكتور حلمي ما هو أنت تعلم أنني في نفس الوقت الذي كنت أكافح فيه ضد مبارك ودون من ولا تفضل كنت أول المدافعين عن حرية صحيح. الإخوان المسلمين رغم أنني أعرف أنهم خصوم السياسيين. حرية الإعلام في الدستور وين؟ حرية الإعلام في الدستور، الجديد الآن بتشهد نوع من التنازع الشديد جدا. يعني باب الحقوق والحريات ظهر أكثر من مقترحات، قيل إنه في مقترحات اتلغت وإنه مقترحات ثبتت، ننتظر القراءة النهائية للدستور. وهذا جميل. وأنا خاصة إن الجمعية النهائية للدستور لكن ملاحظتي مبهرة واستضفني ملاحظتي التي أحذر منها أقرأها لك مادة التي أحذر منها إنه في مادة صار عليها النقاش وفي ميل لإلغاء اللي هي مادة عجيبة جدا كان بتتكلم عن إنه إلغاء العقوبة السالبة للنشر السلبة الحرية في جرائم النشر ما عدا
نيل من سمعه الاشخاص او سبهم او قذفهم. الغيت ماده كاريكاتوريه. الغيت اثنين. في ماده اخرى تتحرك عن عدم تعطيل الصحف بالطريق الاداري. الغيت ايضا لابد ان يكون عدم التعطيل لا بالطريق الاداري ولا بالطريق القضائي. والقضائي يروح فين؟ ما فيش قضائي لانه فيه. اقول لك ليه؟ يعني ايه ده دكتور عبد الحليم؟ الاعلام بدور هذا الكلام. لا مش اعلام بدور الاعلام في كل الدنيا يا استاذ طوني. احنا مش هنعيد اختراع العجل. في ثلاث مبادئ: حريه اصدار الصحف، الغاء الحبس في جرائم النشر، قانون للمعلومات. دي القواعد الاساسيه. طيب. والذي يتضرر من الاعلام يذهب الى من يعاقب المحكمه. طيب. انا يعاقب الصحف لا يغلق الصحيفه لان الصحيفه من يعاقب الصحافي اذا تجاوز او اخطا او القاضي بظل قانون عادل. هذا القانون عادل. القانون عادل. قانون عادل يعني. بل قبل ذلك هناك خطوة مهمة. سؤال أخير. في 18 مادة في قانون العقوبات تجوز الحبس. سؤال أخير. مادة تأليه الرئيس تتلغي. ما فيش تأليه. ليس هناك رئيس إله. إنما الكلام قانون عادل. ولكن حماية كرامة الرئيس واجب. لا مش كرامة الرئيس، كرامة كل كرامة الوطن وكرامة الرئيس الوطن والمواطنين. احنا مثلا على سبيل المثال من حماية كرامة الرئيس، احنا نشرنا تحقيق موثق بالمستندات عن مساعدة للرئيس مرسي، لم يتحرك أحد حيال ما ينشر في الصحف. أنا أخشى أن الممارسة نفسها بتتكرر. بانتظار ما ستقول إليها الأيام المقبلة وعلى أمل أن تحمل كل خير إلى هذا البلد. شكرا. مؤكد أنا أثق في أننا قد ذاهبون إلى الخير وإلى انتصار الثورة برغبة الإخوان المسلمين وبمشاركة الإخوان المسلمين. هاي المشاركة في علي علامات استفهام بس مش مسترجي أحكي فيها هلأ، لأنه دكتور حلمي الجزار القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين. شكرا لك. شكرا لمشاهدينا الذين تابعونا في هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة. اصبحوا على غد طبعا.